السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كان المصري القديم يقضي حاجته؟ موضوعنا النهاردة عن المرحاض في مصر القديم. عرفنا إجابة السؤال ده عن طريق بعض النماذج المصغرة للبيوت عثر عليها في بعض المقابر، وخاصة في مقبرة راوي بو بسقارة بترجع للعصر العتيق الأسرة الثانية، وبعض المنازل المتكاملة بترجع لعصر الدولة الحديثة، وخاصة في منطقة تل العمارنة بالمنيا. شكل المرحاض كان إما بشكل دائري أو على شكل حدوة الحصان أو على زي شكل المفتاح. طب إزاي المصري القديم كان بيتخلص من الفضلات الناتجة عنه؟ كان بيتخلص من الفضلات عن طريق تجفيفها بالرمال، وده لأن حمل الجفاف ليه دور كبير جدا في قتل الجراثيم ومنع التعفن، وده طبعا لأن لو ترك الفضلات دي في الهواء ينتج عنها انتشار الأمراض والجراثيم. فكان المصري القديم بيجيب تحت المرحاض إناء من الفخار وبيحطه رمل في رمل للتخلص من تلك الفضلات. طب أنواع المرحاض عندنا كانت ليها نوعين، يا إما مراحيض ثابتة ودي بتتعمل من الحجر أو الطوب اللبن، أو يا إما بتكون متنقلة يعني بتتنقل من مكان لآخر ودي بتتعمل من الخشب ولمن الخشب لسهولة حملها. وده لو بيدل على شيء، بيدل على مدى محافظة مصر القديمة على نظافته الشخصية، وبيدل على المحافظة على البيئة وعدم تلوثها وعدم انتشار الأمراض. طبعا لو حضراتكم عايزين تشوفوا نموذج للمرحاض هو موجود في المتحف المصري الدور العلوي. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمني تعليقاتكم، آرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.